دونك بالنسبه لهذا المهرجان الدولي فولكلور التقليدي اللي غيتقام باكادير من 7 ل 10 مارس كيختلف على المهرجانات اخرى بشكل انه هو اول مهرجان دولي الفولكلور التقليدي بالمغرب وخصيصا باكادير لانه كنتواجدوا كنلقاو مهرجانات الفولكلور وطنيه ما عمرنا لقينا دوليه. دونك هذا المهرجان هو اول مهرجان دولي في مدينه اكادير واللي الحمد لله غيدخل في ان ريزو انترناسيونال ديال السيوف اللي هو لو كونسي انترناسيونال دورغانيزاسيون دو فيستيفال دو فولكلور واللي عنده اللي غيسني هذا المهرجان شراكه مع دوله مقدونيا باش يكون ضيف شرف ان شاء الله في شهر 8 من 25 30 اوت 2018.